اعطونا المقطع يا كنترول. سلطان برجع ما قال اسمه. شرفت فيكم مقابلتكم هذا اول شيء. الله يحييك. تعتبر اضافه لي يعني الاستاذ علي وسلطان. فانا والله جاي هنا القناه اقدم شبه مبادرات انا اقيم فيها اصلا على ارض الواقع، وحاب اني اطرحها امام منصتكم وبالاخص منصه قناه الواقع لتكبر عندي مثلا نقول اللي هو الدائره، بدل ما اكون على ارض واقع لمجموعه معينه 13 14 شخص حاضر لهم، تكون مساحه اعلى عندي، تكون منصه اعلى ومنها استفيد من خبرات الموجودين عندي. يعني المبادرات انت جاي بتقدم مبادراتك وبتمشي تخلي كاريزما يكمل ولا بتشارك انت؟ لا بشارك اكيد، ومنها قلت انا بستفيد لان كان عندي حلم معين اني اكون. انت الان موظف، ممكن في ارتباط في الوظيفه؟ نعم. طيب شلون بتشارك؟ لا انا قبل ما اجي محضر نفسي طول العمر. يعني تاخذ اجازه يعني؟ اي نعم. طيب والله اول شيء انا تشرفت فيكم. السلام عليكم. شنو السلام عليكم؟